حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشه الرافدين حتى نعرف به آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع التي تطرح في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني أرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، فبأي وقت من لحظات البرنامج من زاخو حتى الفاو تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين. أما من يسكن في دول المهجر أو الأشقاء العرب من الخليج حتى المحيط تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين أسفل الشاشة. فعدنا أربع أرقام للاتصال، ذني الاثنين إلى دول المهجر والخارج، وعدنا رقمين للاتصال في الداخل. ذني الأرقام المخصصة للاتصال إن قدرتوا تحصلونه نسمع صوتكم، شرف لنا أنه نسمع رأيكم بالموضوع. أما هذا الرقم اللي تشوفوه أمامكم هنا، هذا رقم الواتساب مثل ما هو مكتوب للمشاركة عبر الرسائل. يعني في حال أنه ما قدرت تحصلنا، في حال أنه ماكو مجال نسمع صوتك ورأيك، مع شديد الأسف أتمنى أنه تكتب لنا رسالة، لأن هذا الرقم اللي تشوفه أمامك هنا ما مخصص للاتصال، ما أقدر أستقبل به مكالمة أو رسالة صوتية أو فيديو، وعليه فقط للرسائل. فأتمنى تكون رسالتك متبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة في حلقة اليوم. موضوعنا اليوم يهم شريحة واسعة من هذا البلد. موضوعنا اليوم هو يحكي عن معاناة مستمرة، معاناة متأصلة في هذا النظام السياسي اللي ديعاني من عند الشعب، معاناة كبيرة جدا ديعاني منها الطفل، دتعاني منها الامرأة، دتعاني بها أم البيت، ودتعاني بها البنت، ودتعاني بها الشاب، ودتعاني بها الشيخ، ودتعاني بها الأب والأم، كل شرائح المجتمع ديعانون من يعيشون في مخيمات النزوح. اليوم احنا في فصل شتاء، فصل شتاء كل العالم يصف هذا الشتاء اللي احنا عايشين به انه فصل قارس البرودة، شديد البرودة، والمناطق الشمالية تحديدا احنا نعرف انه المناطق الشمالية تحصل فيها تساقط ثلوج. مخيمات النزوح اللي موجودة في المناطق الشمالية، هو عايش بخيمة، خيمة قماش، تشادر، بس مهما يكن هي خيمة بيها ظروف وبيها فتحات وما مثبتة ويا القاع، فالهواء يأثر بيها والحرارة تأثر بيها، لا تحفظ حرارة الجو بالشتاء بحيث انه يكون الداخل دافي والخارج بارد، ولا بالصيف تحميك من حرارة الشمس بحيث انه يكون داخل الخيمة مثل البيوت المكيفة اكو بناء وحياطين واكو سبالت مثلا او مبردة، بحيث درجة حرارة تكون جوا مغايرة للبرة. وهمنا البيوت بالشتاء صوبات مشغلين او صوبات كهربائية زيتية نفطية كأن من تكون إيش ما كانت، بس الكون درجة حرارة في الداخل مغايرة للبرة. أما اليوم في مخيمات النزوح لا عندهم حصة نفط حتى يشغلون بي صوبات، ولا عندهم إمكانية أنه يشغلون نار، لأنه إحنا نعرف كل زين الخيمة من شنو متكونة، فيشعل نار جوا الخيمة وبعدين تشتعل الخيمة ووراها راح يظل بلاي خيمة وين يقعد؟ على الأقل الخيمة ساترته، تقي شوية من الرياح، تخفف عنا عوامل خارجية كثيرة، لكن ما تفيده أنه يعيش بها هو وعائلته بهذا الفصل. إضافة إلى ذلك الخيمة من جوا مو ثابتة، فيعني لما يصير ثلج وينزل ثلج على المخيمات ويموع الثلج، المي وين يروح؟ راح يطب للخيم. غير هيجي اكو مناشدات كثيرة اليوم صارت، اكو مراكز مهتمة بحقوق الانسان ومهتمة بقضية النازحين نزلت مناشدات، طلع وزيرة الهجرة والمهجرين تقول احنا ما معنيين بهذا الامر، اكو فيديوهات كثيرة نشرت، واحد من عدها يقول الوزيرة جتي وقالت اني ما راح انطيكم شيء
ما عندنا شيء نعطيكم. هذا الفيديو اللي دا تشوفوه هنا هسه هذا مخيم ثلوج وخيم وما اعرف شنو. طبعا الخيم ذني هسه يجيني واحد يقول بس اكو بلوك واكو ما اعرف شنو، هاي الناس بنتها مو الدولة. فاحنا عندنا اكثر من سؤال، تساؤلات اللي نريد نطرحها، الى متى تظل قضية النازحين مستمرة بهذا البلد؟ ليش ماكو مخصصات لبناء مساكنهم المدمرة في مناطقهم لإعادتهم إلى مساكنهم حتى نتخلص من قضية النزوح؟ يعني أكو مدن صارت بها حروب وصار بها تدمير، نتيجة التدمير اللي صار بهاي المدن نزحوا إلى مخيمات، ينتظرون بيوتهم تنبني أو يعطوهم تعويض بحيث يرجع هو يبني بيته حتى يقدر يعيش بيه، خما يعيش بالأنقاض أو يروح ينصب له خيمة فوق الأنقاض اللي موجودة يم بيته. فإذا ليش ماكو مخصصات لإعادة إعمار المناطق حتى يرجعون النازحين؟ ده نخلص وده تخلص الحكومة من قضية النزوح والنازحين. وإذا ماكو إعمار ليش ماكو مخصصات لتوفير المستلزمات الأساسية للنازحين داخل مخيمات النزوح؟ إن كان مواد تدفئة، إن كان وقود، إن كان بطانيات أو أغطية ثقيلة، إن كان خيم ثقيلة شوية تخفف عليهم، ليش؟ هذا تساؤل. التساؤل الثاني، إلى متى تظل قضية النزوح قضية منسية بالنسبة إلى السياسيين؟ يعني دلاحظ السياسيين يتعاركون على كراسي، دلاحظ السياسيين يتعاركون على تشكيل حكومة، دلاحظ السياسيين يتعاركون على منصب ويتعاركون على منفعة من منصب، بس ما شفنا سياسي يتعارك على نازح، ما شفنا سياسي يتعارك على عراقي. يعني ما شفنا سياسي ويطلع يقول أنا إلا أصير بالمكان لأن أخوي العراقي اللي بالبصرة ما عنده مي، وأخوي العراقي اللي بمخيم آشتي ما دا يقدر يعيش بالبرد، وأخوي العراقي اللي قاعد بالأنبار مدينته مدمرة، وأخوي العراقي اللي ببغداد أكو أزبال وأكو عشوائيات. ما شفنا سياسي يحكي بهاي الصورة، بس شفناهم يحكون أنا ليش ما حصل هذا المنصب وهذا المنصب من حصتي وذاك المنصب إلي وهذا المنصب أنا الكتلة الأكبر، بس إنه قضية تهم مجتمع أو قضية نازحين أو إنهاء هاي المعاناة اللي يعانون من أدها هذول اللي عايشين بالمخيمات ما شفنا سياسي يفكر بها. فهاي ليش؟ أبو عراق من الفلوجة حياك الله. عليكم أخوي أستاذ أسد. عليكم السلام والرحمة لكم. والله أستاذ أسد قلوبنا راح تملت تعبت، يقول لا حياة لمن تنادي. يعني أسألك بالله أستاذ أسد، هم وهم الميليشيات جاي يهجرون بالعالم، يعني سلد من الحكومة تهجرك وتعينك، يعني تتعمل أخوي تعمل وانت تقول إلى متى؟ إلى متى يبقى هذا الوضع؟ ما زول أكو هيك ميليشيات وهيك أحزاب، والله حكومة ماكو، ما زول أكو هيك وشعب ساكت لنبقى مدى الحياة هيك. والله يا أستاذ أسد وأرد أكرراني، والله إذا ما نتوحد ونصير إيد واحدة ونخلص من الأحزاب هاي، والله الوضع ليسوء بعد أكثر. هم عجب غيرة يا أستاذ أسد حتى يحسون باللازحين، وهو التهجير قصري، يعني قوة ترف الصخرة الديالة سووا بيها، يعني جيد يهجروه وجيد يصدون عليه، ما أقول على ما أقول هاي الأحداث لا تخلص وبتنتهي، لأن هسه هم منتهين بيناتهم أستاذ نسر. ما حالهم ترى بالشعب 20 سنة اللي سووه شنو؟ 20 سنة هم صدوا على الشعب، شافوا الشعب مش محتاج ما محتاج، بس نسأل الله إن شاء الله أمل بالله كبير أن نخلص من الأحزاب هاي. وأنا أشكرك. حياك الله أخوي العزيز. أبو حسين من صلاح الدين حياك الله. الله
يسلمك الغالي، انت غالي علينا يشهد الله علي. حياك الله اخوي. اني من مخيم مال السيمانية عربة نازحين من صلاح الدين يثرب. مخيم السيمانية من نازحين يثرب، نعم. نعم احنا انا اجدك اني على الهجرة ومهجرين تشتغل ضدنا. ليش؟ الهجرة تشتغل ضدنا وما عندهم الثانية يصدون على النازحين كتلنا سرد. والله يا اخوي العزيز السرد يذراعين مدي مترتين فوقانا على المخيمات لا نفط ولا غذائية. وجدنا ذاك اليوم كل عائلة 500,000 والله باقاها الهجرة هم بيناتهم واحد اسمه استاذ تامر. وكتلنا البريد ولا نفوض ونريد نرجع على بيتاتنا وبيتاتنا مهدمة صلاح الدين بيدرب. وين نقعد؟ قل لي وين هالحكومة هاي؟ وين ننظر يا عيني؟ هدموا بيتاتنا لا يقولون داعش، داعش ما هدم بيوتنا، هم الحكومة اللي هدمت بيوتنا. والهجرة مهجرين تشتغل ضدنا هنا بالمخيمات. يا اخي يا قلب كتلنا البرد لا نفط لا بنزين لا شيء لا شياطين لا ينظرون علينا لا ينطون غذائيه ولا هاي هالاطفال كتلها البرد وصار لنا 9 سنين احنا بالمخيمات والثلج الثلج ذراع فوق ذراع فوقنا احنا. هي هاي حكومه هاي لهسه هم حق هسه هاي والله هذا المحافظ مالنا ما صلاح الدين راسه الثني الكل فايده ما بيه وساير عليه من ساير محافظ ولا الشعب ماله هايد. بس اسالني هذا الكلام المحافظ هذا عمار جبر هذا هالكر هذا هدمان. انا اشكرك اخوي العزيز. شكرا شكرا لك ابو حسين. ابو علي من الناصريه حياك الله. الله يسعدك اخوي شلونك مشتاقين العادي ان شاء الله شلونك حبيبي؟ حبيب قلبي حياك الله اخوي العزيز. والله اخوي شوف هذول الله وكيلك انسان ماكم جاي اشوفهم يهدموا حيلي الله وكيلك يعني لو يجون البيت ينامون به يعني لو انسان ماكم يوطح بيتي لو يجون شوف وين قاعدون بيتي والله العظيم يعني ما فكر بنفسي يعني شنو هذول من الغروب شنو هذول من البشريه يعني ماكو انسانيه يعني هاي المؤامره دوم الحقد هذا يعني هذا ابو ايران دوم يحقيد يعني ما عندك رحمه هاي كله اخويا هاي اوامر ايرانيه عرفت؟ نعم اوامر هم يقولون للميليشيات هيك زين يعني امر هم يقولون لهم تسوون في المهجرين هيك يسوون لهم عرفت؟ يعني هاي مؤامره يعني هم ذول ما يخافون الله يعني سووا هذا السياسي يعني سووا مو قاعد على الصوبه يعني ما يقول بشار يعني ماكو مخافة الله يعني ذولا شنو من بشار شنو من ملة ذولا مباشر أبوة جينا ما بصير وياهم بصير وياهم بوحدة بوحدة مو صحيح يعني ذولا ما يستحون ما عندهم إنسانية أو ينزعون على أساس هم بالدين وبالصلوات والله أكبر يعني الله يقبل شيء الله أكبر يقبل الله ينتقم من عندهم والله ينتقم من هاي يعني هاي يعني هاي الميليشيات الحاقده هذاك اليوم واحد يطلع يقول اي الميليشيات ما قصروا هم سووا الميليشيات باقوا المهجرين الله وكيلك باقوا الفلوس من الموصيل سيارات باقوها الله وكيله يعني يقول الميليشيات المجاهدين كانوا المجاهدين يبوك مو باقوا فلوسهم باقوا فلوسهم سياراتهم جابوها يعني هي هاي يعني تعال يعني هذا البوك ما تخافوا من عنده وتصيح علي مجاهد كان مجاهد يبوك المجاهد ما يبوك انت من داخل الميليشيات اكو ميليشيات فارسه اكو ميليش فارس هم ذول يعني ما يراقبون ذول مجاهد يسوون ميليشيات الله وكيلك حتى سيارات زين جابوها باقوها يعني هو هذا ابو الميليشيات زي من جاء نفسه كافر حقد هم ذولا مو عراقيين هم ذولا مو اسلام هم ذولا مو بشر مو تباشر عبد ما بصير وياك باشر عبد انت ماكو عم بصير بعائلتك بوحده بوحده زين الله ينتقم من عندكم والله ينتقم من نيران اللي هسه هذا اجى القيقان هذا يفتر ما حد يحاجيه
يذكر بالنجف ما حد يحاكي. يعني اكو ناس ساكت عن عم هذا جاي بين هذا عدو هذا. يعني وقفوا المعامل وقفوا يعني الطابوقة إيرانية الطماطة إيرانية يعني وقفوها. يعني أنت أبو إيران ما تخاف الله أنت أبو إيران هو قاعد من تجي قاعد ومرتاح وكهرباء قبل مدة ضابط إيراني اللي شو يقول علينا يقول العراقيين جبال إحنا سوهم جبال يعني شون يعني يذهب إلى جبال. يعني أنا ما كل يوم هذا درج عبد فرع البلاغات هو هذا ما طالع شوف هو هذا الإيراني بس هم دولة المعممين خوانا خاينين البلد يعني هنبيه وجاي يشتغل إيران هم دول المعممين. يعني الضابط ماكو الإيراني يقول العراق إحنا مسوينا دفالة. يعني مو هانا للشعب العراقي دولة يعني ما يستحون. يعني سويت حاشي قالك انت ليش تسولف على الميليشيات؟ عم الميليشيات فالشكوا بيها يعني ماكو ضوابط زين تبوك وتقتل وتذنب. الله وكيلك هسه الله وقفنا يعني الناس الحين من اشوفهم الله وكيلك يعني ودي يعني والله يعني شو اسوي؟ لا حول ولا قوه. بس انا اقول يعني يساعدونهم الدول هاي تساعدهم يعني نمونهم زين نمونهم. الله وكيلك لا حول ولا قوة ثاني عود ما هاتشي من نشوفهم بيه ولا بيهم. الله وكيلك ليش يعني ذولي ليش مو عراقيين ذولي يعني هاي تعاطيه خطيئة ليش يعني ماكم مخافة الله توم وتحجون بالصلوات وتحجون بالدين وتحجون بالعمل الإنساني وتحجون تقولون الله أكبر هو اللي صلي يعني ما يخاف من الله. أيها المعممين أيها المراجع الدينية تندعون الإسلام أتبرى من أتكم الإسلام والله الله ما يحفظكم. شكراً لك أبو علي. ماهر من صلاح الدين حياك الله يا ماهر. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. السادة العزيز شلونك؟ هلا بيك يا الغالي. الله يسلمك حبيبي. احنا حاليا ساكنين بالمخيم. نعم. هاي صار 4 أيام درجة الحرارة تحت الصفر. 4 أيام شنو؟ كانت صار 4 أيام درجة الحرارة تحت الصفر يعني ايه؟ اليوم الرابع. ايه؟ نفط ما عندنا مخيم تعبان بلدية ما بيها مي ماكو. كانت الإرسالة تدير على بيها مشغل المشغل راتب ما ينطونه وبطل منها. عمال البلدية كانوا يشتغلون ما عندهم رواتب بطلوا منها. خيم كشباير صار لها 5 سنوات ما مبدله. يعني حالة يرثى لها. احنا مناطقنا ما مسموح لنا نرجع بيها. وين نروح؟ يعني ما مسموح المناطق مالتهم ما مفتوحة ما مسموح لنا نرجع. زين امكانية ما تقدر تأجير لك بيت تقعد ماكو امكانية ما عندك شغل. زين خلص الله على كراد يساعدونا وهم بدعوا من المساعدات كل سنة وكل شهر وكل اسبوع. يعني اليوم واحد من الناس الخيرين جاب لنا 40 جريكان نفط وزع بس لليتام. زين بقية الناس وين تروح؟ يعني الناس ادمن الهجرة والمهجرين حرامية كلهم من الوزيرة وحقيقة كلهم حرامية وهم جاي يضايقوننا حتى نرجع من مناطقنا. واحنا المناطق لو مفتوحة ما نبقى هنا. لو مناطقنا مسموح لنا نرجع ما نبقى لو دقيقة. فاحنا يعني من قراءتكم الوقرة أريد يعني مناسبة للمنظمات للناس الخيرة للحكومة يشوفون حل. ليش مناطقكم ما تقدرون ترجعوا لها أخوية؟ ما مسموح لنا نرجع. قسم من المناطق فتحوها وقسم ما مسموح لنا نرجع بها. أكثر من 1000 عائلة حاليا بالمخيمات ما مسموح لهم يرجع. منو الدايم معكم؟ المناطق اللي نجات منانا. منو؟ المناطق الموجودة اللي ما تهجرت ثم اللي جاي يمنعونا ما يخلونا نرجع. يعني أهل المنطقة دا يمنعون لو المسيطرين على المنطقة لو الدولة؟ أهل المنطقة من عمامنا. احنا من بني تميم عمامنا الشيعة مسيطرين على الوضع ما يخلونا نرجع. احنا السنة
لا اخويا اخويا ماهر، احنا ما نريد نحكي بقضيه سنه وشيعه، هاي ما ما ما, ما ارغب بها بالبرنامج. لا 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 استاذي استاذي انت مو متحكي صحيح، تصير مو خوش انسان، بس نظل احنا نحكي مبطن المبطن ما مو صحيح، ما يرهم ما يمشي. نعم احنا مناطق منطقه مقسومه سنه وشيعه، الشيعه موجودين والسنه تهجرت، احنا القريبين عليهم ما يخلونا نرجع. نعم 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 نعم. شكرا 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 لك اخ ماهر. رعد من بغداد حياك الله يا رعد. الله يحفظك. ويحفظك يا غالي. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يحفظك يا رعد. تفضل اخوي. اخ رعد اذا امكن تنصلي صوت التلفزيون. السلام عليكم. اذا امكن تنصلي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون اغاتي. الحمد لله اخوي تفضل تفضل. الله يحفظك يا رحم الله والديك. انا مظلوم من جهه سياسيه بالدوله من 2012 لحد 2019 ولحد هسه. نعم. هاي الساعه انا صاحب مولده من 2004 لحد 2012، ما عندي مشكله ويا المواطن ولا مجلس البلدي ولا مدير الناحيه ولا كل شيء. قانون المحافظات وبغداد المولدات 500 متر مربع الا في نصف مولده. نعم. قانون العراق كله. ما يصير مولد بصف مولده ويصير تنافس بين الطرفين ويولد مشاكل ويولد خساره بالفلوس، الضحيه من يصير؟ يصير ابو المولده، واللي يخالف القانون من هو؟ اللي يخالف القانون جهه سياسيه بالدوله، رئيس مجلس محافظ بغداد السابق. نعم. كامل الزيدي. خلى المولده تبعد عني 20 متر. قلت انا هاي لا اخلاقيا ولا قانونيا هاي المولده تنزل. ليش؟ لما نراجع مدير الناحيه يعطيني كشف المولده الحقيقي تبعد عني 500 متر مربع قرب مدرسه الطلايع بالجزر الوسطيه. انا بهاي الاثناء سنه كامله يوميه انا بالتنافس انا وابو المولده بالتنافس وبالخساره، تعرف هاي قاس بملايين، بقيت كل شهر اخسر 10 ملايين 2 ملايين 9 ملايين. زين اراجع مدير الناحيه يقول هاي المولده تنشال المولده اللي بصفك، هاي ممنوع تصير مولده بصف مولده، يجي تليفون من رئيس مجلس محافظ بغداد السابق كامل الزيدي يقول هاي المولده تبقى. زين راجعت المجلس البلدي قاطع 90 انسان، طبعا هذا بالتنافس وبالخساره وبالمأساة وسنين وايام. زين راجعت مجلس البلدي، مجلس البلدي اعطاني كتاب تزكيه ملتزم كافه الشروط والضوابط وهاي المولده مخالفه للقانون اللي صفك. انا يمه رئيس قاطع 90 انسان محمد ساق القريشي يقول هاي التليفون مكالمه هاتفيه من رئيس مجلس محافظ بغداد، هذا التليفون شوفني اياه، انا يمه ب 8:30 الساعة بثمانية كامل الزيدي داق علي قال هاي المولدة ليش تشيلها؟ من شافني كامل الزيدي انا راجع على حقي وراجع على الظلم وراجع على الخسارة، اخسر جاي اخسر. زين استوى قطع علي سنتين قالوا ليش تعطي قاتل هذا ابو المولدة الا يسقط الدعوة. زين ابو المولدة حكومية قطعوا القاز علي كامل الزيدي قال لهم اكو اثنين صباح زنقلة رجل اعلامي عضو بالمجلس البلدي قطع الجاز على المولد المخالف للقانون، كامل الزيدي قطع راتبه 3 أشهر، وتذكر هم المجلس البلدي قطع راتبه 3 أشهر، شنو توقفين ابو جنتي وتقولي ما اعطي جاز للمولد اللي بصفي؟ زين انا صرت الضحيه. طيب اخرعت اخرعت بس اذا تسمح لي يعني اتمنى اخذ وقت البرنامج وقت المتصلين، عندي متصلين يعني. القضية أصبحت شبه مفهومة أنه أكو جهة سياسية نافستك في عملك وفي مكانك مخالفة للضوابط، المحكمة يعني الجهة الرسمية راجعت لو لا؟ نعم كتبت قضية إزالة المولدة الحكومية خلال 72 ساعة أستاذ. واللي صار؟ قرار قطعي الصار تطلع عمليات بغداد، تطلع عمليات بغداد يرجعها بالتليفون، تطلع محكمة تنفيذية يرجعها بالتليفون. نعم. مريت للبيت كامل الزيدي، طبيت للبيت يقول لي قماش بصف قماش كل من ياكل رزقه، هذا موظف عند بدلة وتالي متالي انا اتناطح، يقولوا لي تتناطح ويا وصبتهم كريت، قلت لهم لا انا مظلوم وصوت المظلوم عالي. نعم وصلت وصلت وخسرت صحتي ومالي
زين صحتي ومالي خسرتها بسبب استغلال المصد. زين وانا قيم دعوه اليوم صار لي 10 سنين مظلوم، ثاني مثالي المولده بعتها استاذ، ثاني مثالي بعتها الاسر زقاني وعيالي منها وقعدني بالايجار وخسرني مثل 300 مليون 400 مليون هذا الشخص استاذ. زين وانا الضحيه صرت وعندي كتب وهذا الشخص ناقصه بالجرايد ومطلعه بالاعلام. زين وما حد يستجيب لي، انا ناشد، اناشد من المنبر مال الرافدين، زين اناشد الاعلام واناشد السيد مقتدى واناشد رئيس الوزراء، انا اريد اقيم دعوه على هذا الشخص، انا مظلوم. زين مظلوم واليوم صار 10 سنين استاذ. وصلت اخوي العزيز اخ رعد، مناشده من الاخ رعد الى من يهم الامر في هذه القضيه، لكن يعني اخ رعد المشكلة اللي أنت تعاني من عدد يعانون العراقيين بشكل كبير من أدوية أنه ماكو رادع اليوم بالعراق. إذا أنت تقول أنا عندي قرارات وعندي كتب رسمية وعندي أشياء بإزالة المولدة المخالفة وما دا تضبط لأن أكو استغلال للمنصب، يعني هاي المأساة من الفساد اللي دا يصير بالعراق اللي دا يعانون من العراقيين. إخواني المشاهدين، هاي جزء من قضية الفساد اللي دا يعانون من عدد العراقيين، والجزء الآخر النازحين اللي عايشين بالمخيمات، أكو مخصصات للنازحين بس مدى تنصرف لهم بحيث واقع النازحين واقع مأساوي. رعد عفوا أبو عراق من بغداد ويانا، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أسد. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك يعني شو صحتك؟ هلا بيك يا الغالي. قبل شوية اتصل واحد أبو علي من الناصرية. إيه. إيه أنا أحب أشكر على الكلام الطيب وعلى الشعور الجميل هذا من ناحية النازحين. نعم. واحب اقول له هو قبل شويه قال يعني زي يوجه كلام للميليشيات وربحهم، يعني من زي يقول لهم يعني يجي باكر عقبه راح تصير وحده بوحده، يعني مثل ما سوت لنا هيك شيء هم باكر عقبه راح يسووها علينا. نعم والله كلامك صحيح، بس اقول لك شيء واحد اخوي ابو علي، احنا مو غشيمين، نعرف البشر واحد واحد، وهذا كلامك اللي قلته فعلا يكون فعلا راح يصير. بس اقول لك شيء واحد بس، احنا نقول لكم هاي احنا ما نسويها، احنا نسوي العكس، احنا عندنا مصادر نخلي عليكم وين ماكو واحد نزيه شريف ابن شريف نلاحق شكو من الشياوي، حتى اخذ الكلام من عندي ولا تقول لي طار، حتى العسكري حتى الشرطي شكو واحد منتمي بهاي الحكومه اللي سوى هيك بالشعب، ما راح اقول لنا اللي سوى هيك بالشعب عامه العراقيين، والله نلاحق والله ما يخلص لا هو ولا عائلته، وفعلا يجي هذا اليوم. نعم ولكن بس على ديون ايران وتبعيه ايران والمنحطين، ولكن كل شريف كل شيء شريف هو اخ لنا ونخلي على راسه. ابو عراق ابو عراق يعني بس من رخصتكم او من رخصتك انت ايضا، نعم رجاء رجاء من كافة الأخوة العراقيين ومن كافة الطوائف العراقية، العراق طول عمره فخور بطوائفه، العراق بفسيفساء، الفسيفساء اللي مزينه هذا البلد هي الطوائف اللي عايشه به، احنا العراق ما موجود بس شيعه وسنه وبس، لا اكو الكثير من الطوائف، هذول كانوا متاخين، بس من رخصتك، متاخين، متآصرين، متعايشين، متصاهرين، هم شعب واحد، فخلونا نبتعد عن هاي القضيه رجاء. لا 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 بس اسمح لي انت ما فهمت كلامي بصوره صحيحه. افتهمته بس لا انا لا اللي دا ارغبه انه نبتعد عن هذا الحديث، ما اريد تذكر كلمه شيعه وسنه وكرد وعرب وترك. لا 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 خليني اوصل لك اياها، بس خليني اوصل لك اياها بصوره صحيحه. نعم بصوره صحيحه. اخوي استاذ اسال، انا الجزء ما تبعت كلامي بصوره صحيحه، انا ايش دا اقول؟ لا لا بس اسمح لي استاذ اسال، اخوي العزيز بس اسمح لي. انا ايش دا اقول؟ دا أقول الشيعة ذيول إيران، الشيعة الشريف أخلي على رأسي هو أخ إلي أخ، أنا هذا أوصل لك إياها، ولكن ذيول إيران بقصد كلام بين قوسين الميليشيات. زين أخ أبو عراق أرد أسألك سؤال أخ أبو عراق، السياسيين السنة اللي موجودين بالبرلمان ما يعتبرون ذيول إيران؟ لا وياهم إيه نعم وياهم. فاذا انا راح اجي وياك واقول لك هسه انت افهمني، ما نريد نحكي بهاي القضيه. نعم احنا عندنا اليوم الشعب العراقي، بس من رخصتك اخوي العزيز، اليوم الشعب العراقي دا يعاني من 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 مصيبه، المصيبه اللي دا يعاني من عندها هي عمليه سياسيه فاسده
عملية سياسية مبنية نعم. على نظام محاصصي طائفي مقيت، عملية سياسية جابها الاحتلال، عملية سياسية نعم. سببت كل مشاكل العراقيين، ومن ضمنها قضية النزوع نعم. عندنا نحكي عليها، المعتقلين داخل نعم. السجون، الخدمات الما موجودة، نعم. النهب نعم. والسلب نعم. فإحنا دا نحكي على عملية نعم. فلهالسبب أرجع وأقول لك نعم. خلونا نبتعد نعم. عن قضية المحاصصة، ماكو نعم. محاصصة بين أبناء نعم. الشعب. استاذ أسهل، استاذ أسهل أخوي العزيز، أنا تعقبا على كلام أخوي أبو علي نعم. تعقبا على كلام أخوي أبو علي من الناصرية، أقول له أطمئن الشريف على رأسه وأخ إنه إحنا ما عندنا في النوشي حتى فهم كلامي استاذ أسهل. وصلت. أشكرك جزيل الشكر أخوي العزيز أبو عراق، ورسالة جميلة من حضرتك، وأرجع وأكرر خلونا نبتعد عن ما جاب الاحتلال و ترسبات الاحتلال الأمريكي، من جاب لنا هاي العملية السياسية اللي بناها بريمر اللي طلع بلقاء تلفزيون يقول احنا بنينا نظام بالعراق واليوم اكو انتخابات وعايشين. فخلونا نبتعد لانه الشعب العراقي معايش بسبب ما جابه بريمر وقبل الاحتلال الأمريكي. قضية النازحين مستمرة ويانا، اتمنى انه جاوبون على الاسئلة اللي طرحناها، ليش قضية النازحين مستمرة؟ ليش النازحين بعدهم بالمخيمات؟ ليش النازحين مدى يعمروا لهم بيوتهم؟ وليش النازحين منسيين عند السياسيين والكتل السياسية؟ بس وراء الفاصل. باشرنا ملفعات النازحين، وهناك مؤتمر موسع لكل الأجهزة الأمنية والعشائر والإدارة المحلية للبدء بحملة غلق المخيمات وعدد جميع النازحين. احنا باقين معكم إلى أن ترجعوا إلى بيوتكم معززين مكرمين. أهمية العمل الجادي والحثيث على إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم، حيث لم يبقى إلا القليل بعدما كان هنالك أعداد مليونية من النازحين. عودة النازحين إلى كل المدن والقرى بدون قيد أو شرط. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد ببرنامج صوتكم، وموضوعنا هو النازحين اللي عايشين بالمخيمات. محمد حلبوس يقول اكو عدد قليل منهم موجودين بالمخيمات. لا، ذولا اللي قاعدين بالمخيمات شنو ذولا، مو عراقيين مثلا؟ شغلة ثانية، خميس خنجر من يطلع ويقول عودة النازحين إلى مناطقهم بدون قيد أو شرط. أوكي سمعناها منك، بس إعمار مناطق النازحين المدمرة شو ما حد يحكي بيها؟ البيوت مع النازحين اللي كانوا قاعدين ببيوتهم، وفجأة الجيش تركهم وطبالهم تنظيم إرهابي، وفجأة رجع الجيش دا يريد يحررهم هو والحشد، ودمرت مناطقهم هاي، منو راح يعوضهم عليها؟ زين ورجعتوهم، واحد عنده بيته مدمر وشلتوه هسه من المخيم وقلتوا له ارجع لمنطقتك، ورجع لمنطقته وبيته مدمر، وين يقعد؟ يحفر كهف جوا البيت ويعيش؟ ما اعرف. ابو ريم من بابل حياك الله. حياك الله اخوي. اخي الله محييك، انا في موضوع النازحين. نعم. من تجربه. نعم. إذا مية نازح منطقة كمثال، إذا 10 يكونون شجعان أيه. وعندهم إرادة يرجعون العشرة يرجعون كيفما يحصل، بعدهم يجون أي واحد ثاني ورا الثاني، لا يطلبون شيء، لا حد يعمر لهم بيوت، لا حد يجيب لهم، من يقعد هناك يروح له بالكهرباء يجيب له الكهرباء، يروح له بالطرق يجيب له الطرق، موجودة كل شيء، مالهم برا وتريد يسوون لهم بيوت ويسوون لهم خدمات، ها
فاشيلها عمي هاي بالاحلام ما ترهم يروحون 10% يبدون. زين ابو ريم، ابو ريم سؤال، ابو ريم سؤال، هو مو من واجب الدولة ان تعوض كل من خسر بيته؟ انت معترف هذه دولة؟ انت معترف هاي دولة؟ تقول دولة معقولة استاذ فهد؟ هم يسمون نفسهم حكومة. يعني انا مو دا اعترف، انا مو دا اعترف او دا اقدم اعتراف، لكن هم يسمون نفسهم حكومة، هم يسمون نفسهم لا. حكومة وعندهم برلمان وعندهم ميزانية ودا يتصرفون بالنفط العراقي ودا يتصرفون بأموال الشعب ودا يسمون نفسهم هاي التسميات. فإذا من واجبهم إذا كانوا هم حكومة مثل ما يدعون أنه يعوضون المواطنين. هاي حقوق تنتزع، ما تعطى من ذولة، ذولة ما يعطون، ما ينطون، هو عدوك ينطيك؟ ما هو ما ينطيك، أنت روح خذ فرصتك. اي واحد قول 10 انا اريد اقعد، ما اريد منكم كل شيء، كل شيء ما اريد. يقعدون 10 يبنى له بلوكات، يبنى له خيمه، يرجع المنطقه هذا اول ثاني ثالث. عمي والله انا زين ابو ريم، النازح اللي طلع من منطقته ابو ريم يومك ما عود من منطقته. نعم انا فاهم انا فاهم، بس النازح اللي طلع من منطقته، يعني مثلا النازح الفلاح، هو من طلع من منطقته خسر مزرعته فطلع قاعد بمخيم بلا شغل. زين هاي السنين هو قاعد بمخيم بلا شغل، بيته مدمر ومزرعته مضربة. زين يرجع شلون يقدر يبني او يقدر يعوض اللي خسره؟ هو ما يملك ولا متليك مثل ما يقول العراقي. يزرع، يتداين. استاذ رفض. نعم يريد يزرع، يداين بيوت منحت، اي شيء، مجرد يرجعون البدايه. والا هسه هذا مو قالوا لك ها قبل فتره جرف الصخر وين يعيدون؟ هسه العويسات دول اهل الانبار، هسه نفتح الانبار العويسات، ما العويسات ما يردون، وبيوتهم نصها موجوده، ثلاث ارباعها موجود، ها ما بيها شيء، وهم قاعهم زراعية وما يردون كل شيء. أنا مكانهم أحكي، ما يردون كل شيء، لا من الدولة ولا محافظة الأنبار، ها كل شيء ما يردون، ها بس رجعني ما أريد عمي، بس رجعني ما أريد منك. أنا أبني حالي وغيرها. اثنين، المنفذ يعني واردات المنفذ مال طرابيل، تبنى مو أنبار واحد، تبنى 4 أنبارات يومية، مليار نصف الواردات من المنفذ مال طرابيل للمحافظة. وينها؟ شوف الموازنة، الموازنة إنهم يأكلونها، هاي معروفة، كل محافظين كل إدارة محمدة تأكل. أنت المنفذ مال طرابيل ها؟ يعني مكيفين بتبليطات مال يوم واحد مال المنفذ، وارد منفذ هذا التبليط وذني كم عمود كهرباء ذني الصينيات. اخي مشكلة ما حد يسوي له، ما حد، انت روح، انت ابن روحك، انت بس حصل فرصة تروح لك ترجع. نعم اشتغل على انه ترجع باي طريقة، الله وكيلك. وصل. سنة سنتين انت الله يبناك، والا هسه التعويضات، معاملات تعويضات، مو ملايين موجودة عندهم وبيها شهود وبيها قاضي وبيها مهندسين طلعوا ولجان. وصلت الفكرة أبو ريم. شكرا جزيلا لك لمشاركتك ببرنامج صوتكم. يعني أبو ريم يقول لا تعتمدون على سياسي أو تعتمدون على حكومة أو تعتمدون على أحد، لأن ما حد راح يسويكم شيء، اعتمدوا على نفسكم، وأنتوا بيناتكم يعني جمعوا نفسكم وروحوا أخذوا حقوقكم بديكم، ولا تعتازون أحد، وابنوا نفسكم من جديد من الصفر. يعني هذه الخطة اللي دا يقول عليها أبو ريم، بس تذكرني كأنما النازحين هم دا يعانون من استعمار، ولازم يكون نفسه من جوا جوا حتى يخلص من هذا الاستعمار ويطب يعني يأخذ حقه بإيده. بس من المفترض أنه هذا النازح طلع في ظرف طارئ، لأنه هذا النازح ما طلع يعني بطرا وراح عاش بالمخيم، هو خسر كل شيء، فمن المفترض انه يحصل شيء بالمقابل. ابو عمر من الانبار حياك الله. حياك الله. السلام عليكم استاذك. حيا الله نباك اخوي العزيز. عليكم السلام والرحمه.
نحقب على الكلام الخنجر كما الحلبوسي. نعم. من يطلعون يتكلمون يعني عبالون الناس ما تدري بكل شيء، من يقول رجعنا النازحين بجرف الصخر ورجعنا النازحين بالشمال وما قالت نعم. يعني ما العالم ما جاء يشوف هاي النازحين شلون بهالخيم مبهدلين وشاتلهم البرد والحر. جاء الحر ومبهدلهم وجاء البرد ومبهدلهم. يطلعون يتكلمون بلسان طويل يعني يقول احنا رجعنا النازحين وكملنا. لا لا هو ما يقول إعادة النازح، هو يقول لك احنا نريد نرجعهم بس بدون قيد وشرط. قيد وشرط والنازح ما يقصد قيد وشرط، بس يرجع على مكانه طيب داله دام بلوكات ويقعد بين يستر على عائلته. نعم. بدون قيد وبدون شرط. ويطلعون يسولفون ويهجسون يعني كأنما العالم صدقهم على الكلام هذا. وما يصح الا الصحيح. نعم نعم. وأنا شكرا 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 لك ابو عمر. ابو علي من كركوك حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك استاذ علي؟ هلا بك يا الغالي. الله يعافيك ويستر عليك. الله يسلمك. هسه هي بس النازحين يقول مثل حمص قاعد يصر استاذ فلك. نعم استاذ فلك مثل حمص يصر ليش ما ينطونها؟ فلوس الحنطة ليش ما ينطونها لنا؟ نعم هو ده اسمع كمل اخوي. مؤزد مؤزد من المالك مؤزد من غيره هذا الملعون الكاظم يشتوى بالفلاح. نعم استاذ ممكن تسمعني لو لا؟ اسمعك اخوي كمل. هسه هذا الكاظم يشتوى مؤزد من المالك ومن غيره فلوس الحنطة عليه ليش ما ينطيها؟ نعم هي بس النازحين هاي فلوس الفلاليح اللي قاعد ينطي للكراد ينطي لغيرها فلوس الفلاح ليش ما ينطيها؟ نعم ممكن تسمعني ولا لا؟ اي اسمعك اخويا. اي لا تسال ليش فلوس الفلاح ما قاعد يطيها. ايوه اي أيوه والله ما ينطيها. نعم هاي راح يجي الموسم هذا ما قاعد ينطيها ليش؟ نعم يعني هسه هذا اللي سواها ما سواها لا العبادي ولا المالكي ولا عبد المهدي هذا أذى الفلاح أذية مو شلون ما كان هذا رئيس الوزراء. نعم هو وزير التجارة وزير المالية. نعم يعني شوف السبب هو بس النازحين مظلومين حتى الفلاح مظلوم اليوم. نعم اخوي عزيز يعني احنا سوينا حلقه عن الفلاحين ومعاناه الفلاحين مع الدوله او مع مستحقاتهم وان شاء الله ان شاء الله نسوي حلقه ثانيه عن قضيه الفلاح والفلاحين والمستحقات الماليه اللي يطلبوها الى حد هاي اللحظه. لكن انت تقول لي بس النازحين؟ لا هم مو بس النازحين يعني بس اليوم موضوعي هم النازحين لانه النازح عايش بخيمه وبمخيم واحنا بشتاء وثلج وبرد وده يشوف ضيم يعني. نعم شكرا شكرا لك ابو علي لانضمامك لنا ببرنامج صوتكم. بالنسبه الى رسائل الواتساب بسم الله الرحمن الرحيم انقذوا النازحين من البرد وكلهم عايشين بضيم وجوع وينك يا الحلبوسي. رساله السلام عليكم لقناه الرافدين البطله. رساله ثانيه بس أريد أقول شغلة واحدة لماذا هذا التأخير؟ أي إجرام هذا؟ أسرى 40 عام وأكثر من 32 سنة على انتهاء الحرب العراقية الإيرانية. أهالي الأسرى العراقيين في حرب إيران، إيران تفرج عن بعض أسرى الجيش العراقي بعد 30 سنة من الأسر. إيران تطلق سراح 30 أسر عراقي. وصول عدد من الأسرى اللي كانوا بإيران إلى محافظة أربيل عن طريق الصليب الأحمر. وأحد المسؤولين يقول من بين الأسرى شخص يدعى أحمد خليف من أهالي ناحية زمار أسير في إيران من عام 81 وهو فاقد الذاكرة وأتمنى توصلون هذا الاسم حتى أهله يعرفون به ويجون يستلموه من الصليب الأحمر. وإضافة إلى قائمة بـ30 اسم ما أقدر أقرأها كلها. شكرا جزيلا لك وأتمنى ترسلها على رقم نافذة أنت ترى.
السلام عليكم أخي الغالي أفل ولقناة الرافدين صوت العراقيين المظلومين. من الاحتلال واليومنا هذا نصف المجتمع العراقي مهجر إما داخل العراق أو خارجه، والربع الآخر يقبع في سجون الاحتلال الصفوي وميليشياته وذيوله، والباقي منتفع أو يرى بعينه ولا يتكلم. وصرفت ما يقرب من 1,250,000,000,000 دولار دون أن يتم إكمال أو بناء أي مشروع ولا حتى تبليط شارع صغير. الكل يسرق ويضع في أرصدته. أعانكم الله أيها الشعب العراقي الخانع تحت سلطة فاسدة وزمرة قاتلة، وإلى الله المشتكى. أبو محمد من النرويج. السلام عليكم أخي أفل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هم دمروا مدنهم فكيف يعيدون إعمارها؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أخوك عبد الرحمن الصقر من السعودية. حياك الله أخوي العزيز. أستاذ أفل تحية إليك ولجميع الكادر. أنا من متابعي قناتكم الموقرة من 4 سنوات، اللي عتب على قناتكم ليش عندما أبعث لكم رسالة ما تقرأ كاملة، خاصة من قبل بعض مقدمي برنامج صوتكم، وكأن عندما يتصل بي أشخاص يعطيهم وقتهم كاملة، وأنا عندما أكتب رسالتي لا تقرأ كما هي. وعندي رسالة إلى ديور إيران، ذولا تابعين الإيران وتابعين إلى الميليشيات، وشكرا. أبو مالك من أمريكا، وتدلل أبو مالك، قرينا لك إياها كاملة. السلام عليكم أخي العزيز، أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. هؤلاء الذين يدعون أنهم سياسيين، وأقصد السنة قبل الشيعة منهم، لأن الطرف الآخر كان يتبع جهة ويتبع مكان ويتبع دولة أخرى، أصبحوا لا يمثلون إلا أنفسهم، لأن الكرسي أهم من الشعب، وأن مسألة النازحين هذه ورقة ضغط وابتزاز إلى المكون. أستاذ أفل، هو من المهجر، وهذا قرار طائفي إيراني أمريكي صهيوني وسلطة الشيعة في العراق، الحل هو قرار الشعب العراقي بثورة الشعب ضد هذا النظام الطائفي وذيولها. مشاهدينا الكرام، قضية النزوح هي مأساة، مأساة لما عندك مواطن عراقي يحمل الجنسية العراقية ويحمل هوية الأحوال المدنية العراقية وعنده حقوق حالة من حالي وحالك، ويعيش بمخيم ببلده وما عنده أي حقوق داخل بلده. المصيبة أنه هذا اللي عايش بالمخيم، اللي يدعي أنه يحكم هذا البلد وأنه هذا سياسي بهذا البلد، هو اللي ديسلبه هاي الحقوق. وعليه إذا نريد نحصل حقوق شعبنا فالأمر بيد الشعب نفسه. فإحنا كشعب عراقي أو أنتم كشعب عراقي، شنو اللي راح تفكرون به وتسووه في قضية النازحين؟ يعود الأمر لكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله بنفس الموعد. في أمان الله.